يما القمر عالباب نور أناديله، يما أرد الباب ولا أناديله أناديله، أما يما أوعى. يما إيه يا بت؟ خضتك؟ قلبي وقع في ركبي. وقع في ركبي؟ سلامة قلبك يا بنت. وقع فين يا بنت؟ بتعمل ايه؟ بدور يا بنت وقع فين؟ أصل بيقولوا اللي بيقع في قلبه في رجليه ممكن يروح فيها. أنت هتوديني في داهية مش كده؟ أنا أودي أي حد في داهية إلا أنت. النبي لو جدك شافنا لا يكفينا إحنا الاتنين. جدي جدي مش فاضي، جدي بيصلح الكون، نصب المزال للناس كلها. خلينا في اللي إحنا فيه. يوه أنت ما بتجيش ليه؟ عندي شغل. ولا مرتك كبسة على نفسك. ده مين دي اللي تكتب على نفسي؟ ده نكتم على الدنيا بحالها. حاسب يا اخويا حاسب ايه بس؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الصبه دي؟ هو في صبه كده يا جدعان؟ ايه ده؟ دي بالمزوره. يلا ايه ايه ياما؟ لا لا ياما. انت بتبص عليا يا حبيبي صبه ايه؟ دي صبه البلاط ياما، بشوفها مظبوطه ولا لا؟ يعني صبه نفسها. صبه البلاط. شنجر يا بت. شنجر يلا. حاضر يا ابله. يوه يلا يا ام الصبة. هم يا بت. يوم بشيل الحاجة. تعال يا حبيبي تعال. اهدى يا ابني اهدى حبيبي اهدى. اسمع الكلمتين اللي هقولهم لك يا حبيبي. النسوان هتجيب اجلك. اما انت فاهمة غلط يا اما. لا انا فاهمة صح. اسمعني بس كده وهدي نفسك وركز معايا. من هنا ورايح يا شاكر عايزك تلزق في جدك. أي حد رايح على جدك ولا جاي من عنده يلقاك قاعد جنبه. ليه بقى؟ عشان يعرف إنك حبيبه وإنك غالي عنده زيه زي بقية العيال. يوم ما تيجي تقول أنا مكانه الناس كلها تبقى جنبك وتسندك. فاهم يا قلب أمك؟ فاهم. طب حبيبي يوم. سيبك من الصبا يا ابني مش هتنفعك. حاضر يا أمك مش دعوة بالصبا يا أمك. حاضر بس أنت لو شفتيها يا أمك يعني. مين قالك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا؟ آه يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل وتسيب حتتنا. ما تيلا بقى مش طاوبر. راحوا فين؟ انتي مش قلتي البنات تخرج بره؟ هما مش انتي ترزي انتي عايزاكي. والنعمة الشريفة ما عملت حاجة وشد عليا مقام السيدة. بتنتي تأمريني يا عبي. بادي عن شاكر هو اللي مدبقني في الرايحة والجاي. كهنة النسوان ده مش هيمشي معايا انت فاهمة؟ والكعبة الشريفة. والكعبة الشريفة انت ما تعرف انا اعرف اعمل فيك ايه. لا نخسف بك الوقت. حاضر يا عبي. شوفي شغلك من سكات صوتك ما يطلعش وبطلي التقصيع شمال ويمين ده. حاضر يا عم. تقفي زي الالف تشتغلي اهو. ضربه في مهاميك.